دائما لما نقدمه. معي الاخ فكري احمد في الاستوديو، مساك الله بالخير يا فكري. كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا بك. مشكلتك يا فكري عويصه، انت كم عمرك الان؟ 20 سنه. بتعاني من ماذا؟ من القرنيه. من القرنيه. واحد من عيونك او من العين اليسرى او اليسرى ما؟ عندها مشكله وهي القرنيه، تحتاج الى زراعه قرنيه في الخارج. هذه الزراعه مكلفه او هذا الامر مكلف. وابوك عاجز ومسكين وفقير ومعدم ما بش معه. وانت بتدرس يا فكري؟ كملت الثانويه. كملت الثانويه. من اين بدات لك المشكله هذا؟ يعني قد لا خيرات، بس يعني الان اسمه ضعف النظر وتدريجيا يعني انا ما ايوه. دحين القرنيه الذي هي مريضه بتسحب لك القرنيه الاخرى. ايوه. وانت معرض للعمى. ايوه. اذا لم تستطيع تفعل عمليه فانت معرض للعمى. ما بش عليك السخاء يا فكري. اهلا وسهلا بك، وانا بالله عليكم مشاهدينا الكرام، من استطاع ان يساعد الاخ فكري ووالده بمبلغ العمليه وهو 5000 دولار فليتصل به على الاخ فكري. شاب في مقتبل العمر، ما زال متطلع للكثير، لكن اثرت عليه القرنيه، اثرت عليه عينه، والان بيسحب لها النظر وما عاد بيمشي الا بنظاره، وخايف لا عاد يكمل النظر عليه ويعمى ويجلس في الزوه. فانا ارجوكم الاخ فكري احمد، رقمهم على الشاشه ظاهر، من استطاع ان يساعدهم بما استطاع لوجه الله، حسنة، صدقة، جارية، أو محسنة، أو مكرمة، أو بأي شيء شكل من الأشكال، بأن تساعده على رقمه الظاهر على الشاشة وهو هذا الرقم. كم رقم والدك يا فكري؟ 7288-33-89. عيد الرقم. 7277-88-33-89. 89 الأخير. وفقك الله يا أخ فكري، وأتمنى لك كل الخير. ونخلي الرقم شوي يطلع على الشاشة بعده مباشرة. المشاهدين الكرام، سأعطيكم تفاصيل عن نداءات الغائبين التي وصلتنا هذا الأسبوع، ولكم الفضل دائما إن تابعتم. فكري هذا رقمه على الشاشة، يبقى ولو دقيقة واحدة لو سمحتوا من أجل نعمل خير. قد سمعت ظهر وتصور معنا، هم معولين علينا كثيرا من ظهر في برنامجنا، بيعتقد بأنه السماء ستفتح له، ونحن لا حول لنا ولا قوة إلا بكم أنتم مشاهدي الكرام. إن دعمتم هؤلاء فهو فضل لكم جدا جدا جدا، ونحن بنمتن لكم وبنكون سعداء عندما تثمر كل لقاءاتنا وحلقاتنا ثمرة طيبة وجميلة، وبنكون في سعادة بالغة جدا جدا. هذا رقم الأسرة، أسرة الأخ فكري ووالده، لمن يريد أن يساعده في عملية القرنية لتصحيح النظر في واحد من العيون، أدت إلى أنه تتأثر العين الأخرى. وفقك الله يا أخ فكري، يلا خلوه.